وهاي راح اخذ بالعالم كيفكم صدقتون كثير مناح وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. اليوم فيديو راح يكون عن لعبه فورتنايت، لكن قبل ما تبدا الفيديو ما تنسوا الفيديو لايك كثير كبيره، شيركي حاب تعرفوا سبسكرايب عشان ما تضيعوا ابدا القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات اول ما بنزل فيديو جديد. طبعا اليوم راح يكون الفيديو مو مثل الفيديوهات اللي قبل، راح يكون عن فورتنايت، وكمان برضو شيء غريب لانه فورتنايت وما راح يكون لعبه، راح يكون راح نفتح الهدايا تبعون الكريسماس بلعبه فورتنايت طبعا بمناسبة الكريسماس. وخلينا نبلش. So رح نيجي لهون. أصلا أنا هلا already now عملت الحساب وما عندي لا مستوى لا سكن ولا أي شيء، وهلا رح أفتح 10 هدايا للكريسماس. So خلينا نبلش. طبعا أنا هلا ما بعرف شو في بقلب الهدايا، في بعض الهدايا اللي بعرف شو فيها، مثل في سكن، في بعرف مظلة، لكن باقي شغلات ما بعرفهم. أصلاً ما بعرفون هاد اللون تقريباً ترتيباً، غير ما بعرف إلا السكن إنه موجود بهاي الشجرة، وراح بلش هلأ فيه. طبعاً عشان نفتحها رح نضغط عليها ضغطة طويلة سو راح تفتح وراح يطلع لنا هاد السكن. ليكو شو كيوت، والله إنه كيوت. ليكو ستيف مغطى بالشجرة وبالزينة، وكمان معه شنتاية كتير بتجنن بتاخد العقل. رح اعمل تجهيز ورح اعمل مطالبة. لك احلى هدية هو هذا ستيف، بجنن. سو عندنا هون عدد من الهدايا، انا رح افتح اول واحدة فيهم هاي الهدية الصفراء الكبيرة، ورح اضغط ضغطة طويلة لحتى افتحها، ان شاء الله يطلع حظنا حلو فيها. انتوا اذا كنت دائما مستجاب، او يعني بيطلع باوقات مرة بيكون مستجاب. سو خلينا نشوف يا رب يطلع شيء حلو. رح يطلع لنا اوه بدايتها بتجنن مبينة بالهدايا. وصلت لنا هون هزاز ثلج اللي هي رقصة بتجنن. سو خلينا نشوف الهدية اللي بعدها، ان شاء الله يكونوا كلياتهم حلوين مثل هاي الهدية. سو رح افتح الهدية هاي الحمراء اللي قدامها يعني. سو رح اضغط عليها ضغطة مطولة وان شاء الله يطلع لي فيها شي حلو برضه. انا ما بعرف، ما حافظة او ما بعرف شو بتكون هاي الهدايا. سو طلع لنا فيها لون سلاح يعني حلوة. ورح نشوف، على فكرة انا ما فتحت هاي، انا طلبت الحمراء. اللعبة بدك تمشينا على كيفها، مع اني انا ما بدي افتح هاي الهدية، بس اوكي اوكي ماشي حالها. خلينا نشوف هاي الهدية شو طلع لنا. اوكي طلعنا فيها صورة مو حلوة كتير يعني، بس الحمد لله طلع لنا شيء. رح افتح هاي الهدية الزرقاء او اوكي رح افتحها، رح اضغط ضغط طويلة. يا رب يطلع لنا شيء حلو، يا رب. اوكي رح يطلع لنا سقوط الشجرة. اوه طلع لنا فيها مظلة، اتس اوكي برضه ماشي حالها، يعني مثل مظلة النوب بس مرسوم علي او هيك شيء. رح افتح الهدية الجنبة، مو هاي يا اخي، والله مو هاي الهدية. رح افتح هاي بعدين بتسوي هلا باللعبة الهبلة، انا بضغط هون وهي بتضغط لي هنيك. اوكي مو مشكلة. سو رح اضغط عليها ضغطة مطولة لحتى افتحها. سو يا رب يطلع لي فيها شي حلو. رح يطلع غلاف هدايا، اوه اتس اوكي حلو كتير كتير، بحبيته كتير يعني. وخلينا نشوف اللي بعدها. رح نفتح هيدي صغيرة اللي كيوت، والله انها كيوت يا الله. مو انت اوكي هاي كتير حلوة، كيوت صغيرة، ويا رب يطلعنا فيها شي حلو. شو رح يطلعنا؟ طبعا كل هدول الهدايا من شان الكريسماس. اوه قاطعات البسكويت بجننوا، احلى بكاكس اشوفه باللعبة صراحة. انا بعرف انه في قاطعات بسكويت بس ما بعرف باي هدية بالضبط. سو باقي لنا 3 هدايا، انا رح هلا رح عين شو رح افتح وما بعرف. خلص رح افتح هاي الكبيرة اولا. اصلا الكبيرة عفاء من الطويل الخضر ما بتفتح، انا شفت من قبل وما بعرف يمكن بكرة تفتح او بعده او ما بعرف وقتين، بس جد الهدايا بتجنن، احلى شي يساوي بفورتنايت. سقوط احتفالي اوه كتير كتير بتجنن. اوكي عملنا تجهيز ومطالبة ورح افتح هاي، انا حاطة عين عليها من اول ما بدينا، بس ان شاء الله ما يخيب ظني ويطلع لي فيها شي حلو. وشو رح يطلع؟ هاي حد كريسماس وحوش، خيب الظن ليك ما حلو بالصورة. خلص مو مشكلة. سو رح افتح هاي اللونة فوشي او
ما بعرفش بتحكوا عنه، بس خلينا هلا نفتحه ونشوف يا رب طلع فيها شكل. يا رب بتوقع فيه موسيقى. ايه موسيقى، هاي موسيقى بتجنن طبعا، احسن ما يكون اياها بيحوريكم كل شيء. سو باقي لنا بعتقد هلا ثلاث هدايا، هاي الطويله الخضراء وهدلون التنتين. هدلون التنتين اصلا مو كتير حلوين، انا بعرف شو بيطلع فيها شنطه ومظله. اما هاي الكبيره انا اكثر وحده متحمست لها، ما بعرف شو رح يطلع فيها. بتوقع رح يطلع لنا فيها ممكن رقصه او مثل هيك شيء. سو خلينا نحط السكن. السكن هاد احلى شيء باللعبه، احلى من كل السكنات الكبيره جنن. شوفوا شو كيوت. سو طلعنا هذا البيكاكس بياخذ العقل، برضو من احلى الهدايا اللي طلعت. وطلع لنا هاي النزله كتير كيوت، والله انها كيوت. شوف شوف كيف كل شيء لابق على بعضه. وطلعت لنا هون هاي المظله بس منيحه. وطلع لنا هون الحقيبه اللي بتجنن. شوفوا شو كيوت هيك صغيره هيك على شكل هديه. وطلعت لنا هاي الرقصه اللي كتير كتير حلوه بتجنن. وكمان طلع لنا الوان، بس انا حبيت اللون الاسود اكثر، حسيته احلى يعني مبين هيك. بدي انزل جلاده انتوا فهمانين كيف. رح اضغط هون، رح اعمل هون تطبيق على الجميع. اوكي وطلعت لنا صورتين، هاي وهاي، لكن انا رح اختار هاي لان حسيتها احلى احلى. بس هل الموسيقى رح سمعكم اياها؟ اسمعوا لحظه، تشرح المفضله العب مجدده. ما بعرف، اعتقد انه في مشكله بالصوت. رح اجي على الاعدادات هون على الصوت، كل شيء مشغل ما بعرف ليه. ما في صوت. رح اجرب مجددا، ما بعرف ليه ما في صوت، لكن لو ما اشتغلت ما تخافوا رح اسمع لكم اياها على الستوري. مو مشكلة خلاص، ما بدي اخذ من وقتكم. هي ما بعتقد انها رح تشتغل، سو بس ما تخافوا اكيد رح اورجيكم اياها على الستوريز. طبعا لو ما اشتغلت هلا، ويعني ما رح خليكم ما تشوفوه يعني. اوكي بس هون محطوط صفر كل شيء، ما بعرف. اوكي رح اعمل اعادة تعيين كل شيء احسن. اوكي سمعتوا انتو الصوت، رح اعمل اعادة تعيين. هلا رح تسمعوا. سو انتو جد جد بتجنن. وبس هاي كانت الهدايا لهاي لهذا الفيديو، وبتمنى تكونوا استمتعتوا وحبيتوها. اذا حبيتوها لا تحطوا لا تنسوا تحطوا لايك كتير كبيره، شاركوا حتى تعرفوا، سبسكرايب عشان ما تضيعوا فيديو نزل على القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعارات كل ما بنزل فيديو جديد. ولو حبيت هاي السلسله سلسله فورتنايت وهدايا فورتنايت وشغلات وتحدياتها، اصلا في تحديات جديده خرافيه نازله. لو حابين اعمل هاي التحديات معكم اكتبوا لي تحت بالكومنت. وبس وبحبكم كتير، ويلا سلام.